بعدما كان مقررا بداية من يوم الأحد المقبل، قررت وزارة التربية تأجيل الدخول المدرسي لأجل غير مسمى. تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ما دون 200 إصابة. تراجع نيادته بعض نقابات التربية لعدة أسباب. أسباب بالدرجة الأولى تعود إلى العمليات المرتبطة بامتحان شهادة البكالوريا، وهي عمليات للسنة الدراسية 2019-2020 وضروري الانتهاء منها. الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا. والأمر الثالث هو الإمكانات المادية والبشرية التي يجب أن توفر لدخول مدرسي يعد الأصعب، والذي يقتضي السيناريوهات تسمح بتوفير أجواء صحية آمنة لأبنائنا التلاميذ، سواء في النصف الثاني لأكتوبر أو يعني العشر الأيام الأولى لنوفمبر. الأمر مناسب بشرط أن الإمكانات يجب أن توفر. فيما يبقى التخوف من طول أمد غياب التلاميذ عن مقاعد الدراسة، والذي أدرك شهره السابع، ومدى تأثير ذلك على قدرة التحصيل العلمي للطفل من جهة، ومن جهة أخرى تخوف الأولياء. راه موجود وحنا صحة التلاميذ على بالك باللي راهي كثير، 9 ملايين قريب 10 ملايين تلميذ، ماشي سهل عندنا، يعني يكونوا الإمكانيات ويكونوا الأساتذة متأخر ويكونوا يعني يكون حتى لي زاكرات كثير. حنا عارفين باللي كاين مدارس كتير حتى من 1000 و1800، يعني شيء صعيب جدا. لتترك بذلك الوزارة الكرة في مرمى السلطات الصحية المختصة بترخيص العودة واستئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم، كل هذا وفق بروتوكول صحي ووقائي من انتشار وباء كورونا.